شريهان، يلا يا شريهان. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي ما عندكيش شنطه سفر؟ لا عندي الشنطه بتاعت المدرسه، هاندي باك حلوه كده، بس لقيتها مش مستاهله يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن طيبه من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البتول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه خرابي هيبهدلنا. ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي. ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق. شريهان انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول. تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضراء، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع عقدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحة المتظاهر والطلوع على المعاش. متطاهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام؟ الاكس بوي فريند بتاعي. قرايبكوا يعني؟ طب ومال؟ ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي. جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد واللوكيشنات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكم؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيهم عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفته اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكم في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل.
انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. هي ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف اللي احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاجي كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلزه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا اسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله لو عربيه ميز. سيبها واحنا. انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبقى. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا يعني، ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه؟ ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مين بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي. فوريفر يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حره، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسال. لا
بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعده برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتهوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية غريب يعني. أيوة غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكم، بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ده ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي راميه العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمرة ايه دي؟ مية. في مية لونها كده يا متخلف؟ اه، مية السلطة ومية الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حتة هنا. بقول لكم ايه يا جماعة، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا. ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه يا متخلف وانت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو are you okay؟ مو أنا نيلي، أنا جيت. مو are you okay؟ أنت كويس؟ أنت عايش؟ آه عايش، بس كنت مريح شوية. إيه ده؟ نيلي هاي. هاي سوري ما خدتش بالي، بس أنت إيه اللي أخرك كده؟ اتأخرت إيه؟ الساعة 11. يا نهار أبيض، إيه كان وراك حاجة؟ كده مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم، هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي يا بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، بقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي، في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه، كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهين جايين. طب رايحين عارفين يا جماعه انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روح انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركم، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي فيه. سيف ايه؟
انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات. فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita wee wee, bonita cinturita, bonita wee wee, bonita cinturita, bonita wee wee, bonita.